طبعا طبعا هذا القرار في عدة ولايات هندية من خلال المحاكم المحلية تبنتها الحكومة الهندية المركزية من خلال أشخاصها المتواجدون في هذه الولايات، ليست مدينة مومباي هي وحدها في هذه القضية. وطبعا هناك الحوادث مستمرة، وكما تفضلتم في بداية الأخبار بأن الهندوس بشكل يومي يفعلون ما يشاءون ومستمرين بتنفيذ خططهم بأجهزتهم الحكومية وغير الحكومية، ولديهم ما يكفي من مساندات مالية معنوية مادية وأسلحة وما إلى ذلك. فإذا مدينة مومباي لها ميزة خاصة بأنها مدينة تجارية والشركات الدولية موجودة هناك، إلى جانب القنوات الفضائيات هناك نوعا ما موجودة وتتحرك، إلى جانب وجود حكومة محلية من غير الحزب الحاكم للهند. فإذا كل هذه الأسباب تدعو إلى نقدر نقول عدم تكتيم إعلامي والعالم يسمع عن مدينة مومباي، وإلا مثل حادث مدينة مومباي تحدث بشكل يومي في الولايات الأخرى التي تحكمها الحكومات المحلية من نفس الحزب الحاكم للهند. سيد عبد المبين، أختم معك بكلمتين إذا تكرمت حول أهمية سلاح المقاطعة، مقاطعة المنتجات الهندية لمواجهة هذا الإجرام وهذه الاعتداءات اليومية على المسلمين. كلمتين أقولها بكل صدق، بأن الدول الإسلامية والعربية إذا قامت بمقاطعة البضائع الهندية ستتلاشى أحلام الحكومة الهندية بإقامة دولة هندوسية ذات لون واحد، وبالتالي لن تقوم هناك دولة هندوسية على دماء المسلمين وعلى جثث المسلمين. أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد المبين سبحاني، رئيس المركز الثقافي العربي الهندي، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.